بيمر 80 سنة على العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وروسيا، بالرغم أن العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا دي يعني ممتدة لقرون. بتشهد احتفالات البلدين بالمناسبة الخاصة دي واللي بتستمر لمدة عام، تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة اللي بتستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة، ده نموذج لاحتفال البلدين بمرور 80 سنة على ده تحديدا، مبنى الإذاعة الروسي، وكان زي النهاردة برضو في مبنى وزارة الخارجية. العلاقات المصرية الروسية وزارة الخارجية عفوا العلاقات المصرية الروسية يعني علاقات ربما المصريين كلها يعرفوها، وعلاقات خاصة جدا. وخلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع وعن طبيعة العلاقات دي والاحتفال ده، وإيه اللي هيتم في إطار هذا الاحتفال. يعني هو مش مجرد احتفال ولا صورة بتكون موجودة على مباني معينة، بالرغم أن مبنى الإذاعة الروسي ده من أعلى الأبراج في القارة الأوروبية كلها. خلينا نرحب بالدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست روسي. دكتور عمرو، أهلا بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا بالسادة يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. 80 سنة من العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وروسيا، نقدر نقول العلاقات ممتدة، وتحديدا السنوات الأخيرة تم ترجمتها ل مشاريع ومشاريع عملاقة على أرض الواقع. شايف العلاقات المصرية الروسية بعد 80 سنة عاملة إزاي؟ بالطبع يمكن النظر إلى 80 عام الذين مضوا إلى مرحلتين مهمتين جدا في سير هذه العلاقات. أهم مرحلة طبعا والمرحلة التي كانت مهمة جدا كانت في نهاية الخمسينيات و طول فترة الستينيات حتى وصلنا إلى حرب أكتوبر. أو حتى بشكل أدق حتى إبريل عام 1972 بعد يعني إخراج الخبراء الروس، المستشارين الروس الخبراء الروس من مصر بقرار من الرئيس مصر حينها أنور السادات. المرحلة الثانية طبعا مرت العلاقات بفترة فتور كبيرة جدا قبل هذه الفترة وبعد هذه الفترة حتى وصلنا إلى عام 2013، العام الذي بدأت فيه العلاقات تنشط بشكل كبير جدا بين الدولتين، وليس فقط على المستوى الصناعي، وهذا هو الأمر المهم جدا والذي تنظر روسيا من خلاله إلى حجم وقيمة جمهورية مصر العربية. دائما القيادة الروسية تنظر إلى مصر ليس على مستوى الصناعي فقط، ولكن القيادة الروسية متأكدة تماما بأن قوة العلاقات المصرية الروسية تعني بلا شك قوة العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط ومع الدول الإفريقية. ولذلك كانت عملية اختيار أول قمة إفريقية روسية عندما كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقي ورئيس مصري رئيسا للاتحاد الأفريقي حينها عام 2019. وقبل ذلك طبعا التقارب المصري الروسي في عام 2013 فتح أبواب واسعة جدا للتقارب الروسي مع دول المنطقة. رأينا زيارة الملك السعودي لأول مرة في التاريخ عام 2015 إلى موسكو، رأينا علاقات تتطور جدا بين موسكو ودول خليجية ودول في المنطقة. والأمر الأهم هنا هو أن مصر يتم اعتبارها هي البوابة الأهم للقيادة الروسية من أجل تطوير علاقات روسيا مع المنطقة سواء في أفريقيا أو سواء في منطقة الشرق الأوسط. نعود للعلاقات الصناعية والمرحلة الصينية والتي تمثل يعني استعادة لقوة العلاقات في الخمسينيات أو في نهاية الخمسينيات وطول فترة الستينيات. نرى الآن مشروع الضبع النووي، أول محطة نووية في أفريقيا. يعني هذه خطوة مهمة جدا بدعم روسي فني كامل، وهذا المشروع في حد ذاته سيضمن عملية استدامة العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية لفترة طويلة من الزمن، وهذا أمر في غاية الأهمية. أيضا مسألة المنطقة الصناعية الروسية على ضفاف قناة السويس
مشروع أيضا يعني لن أقول لا يقل أهمية، ولكن هو في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وبالنسبة للاقتصاد الروسي. الاقتصاد الروسي في هذه الفترة يعني يعيش تحت عقوبات يعني قوية وخطيرة، ويعني يبحث عن سبل كثيرة جدا منها الخروج إلى الأسواق الخارجية ونقل مصانع روسية إلى مناطق أخرى، ومصر والمنطقة الصناعية الروسية من ضمن هذه المناطق التي روسيا تتمنى نقل مصانع من داخل روسيا وخطوط إنتاج من داخل روسيا إلى جمهورية مصر العربية. وهذا أيضا يعني عبارة عن معلومات أو ليس رأي، يعني هو فعلا القيادة الروسية تبحث في ذلك وتريد تنفيذ هذا الأمر. العلاقة الشخصية أيضا دائما ما كانت تلعب دور في العلاقات المصرية الروسية على مر التاريخ، ورأينا العلاقة الشخصية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا يعني لأي شاهد يعني ظاهري يرى بعينين فقط يرى أن هناك علاقة شخصية مميزة بين الرئيسين، وهذا الأمر بلا شك ينعكس بشكل إيجابي جدا على مستوى العلاقات الثنائية، وأيضا على مستوى كما قلت وأؤكد دائما هنا في هذه النقطة أن روسيا ترى في مصر هي البوابة الأهم. بدون مصر لا يمكن لروسيا التحرك بكل حرية في الشرق الأوسط ولا في أفريقيا. الدكتور أنا تفضل يا فندم. فبشكل مختصر تماما أيوة. نحن نعيش فترة في غاية الأهمية على مستوى العلاقات الصناعية. نحن نعيش في عالم صعب وعالم يمر بالفعل بمرحلة حساسة للغاية، ومسألة تطوير العلاقات المصرية الروسية ومساعدة المصرية في تطوير العلاقات الروسية مع المنطقة أمر في غاية الأهمية لروسيا، وترى فيه روسيا ضرورة وليس حاجة، هي ضرورة ملحة أن تكون روسيا على علاقات يعني ممتازة مع جمهورية مصر العربية في المقام الأول ومع الدول الأخرى في المنطقة في المقام الثاني. نعم. لأن العالم كما قلت هو يمر بفترة صعبة جدا. لا نتكلم هنا أن مصر تكون في جانب محور ضد محور آخر. لا لا، يعني مسألة العلاقات الدبلوماسية والثنائية كما حضرتك أشرت. دكتور عمرو أديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة ليوتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي، شكرا جزيلا لحضرتك.